هائل. الانهيارات الأرضية تبتلع المنازل والسيارات في جزيرة إيشيا صور. شهدت جزيرة إيشيا الإيطالية انهيارات أرضية ودمر عدد من المباني ما أدي إلى محاصرة السكان في الجزيرة نتيجة سقوط سيول جارفة وهطول أمطار غزيرة وتراكم الحطام في الشوارع. وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي إنه لم تسجل وفيات مؤكدة، ممن يتناقض مع بيان سابق لنائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني الذي زعم أن هناك 8 وفيات. أفادت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا بأن العشرات قد فقدوا بعد تدمير 10 مبان في جزيرة إيشيا التي تبعد حوالي 20 ميلا عن ساحل نابولي. وقالت فرقة الإطفاء إن الزوارق البخارية والمروحيات المشاركة في محاولات الإنقاذ واجهت صعوبات في الوصول إلى الجزيرة بسبب سوء الأحوال الجوية. وقال أحد السكان لوكالة أسنى إن هطول أمطار غزيرة قرابة منتصف الليل مع سماع هدير حوالي 3 فجرا بالتوقيت المحلي. وزعمت الوكالة الإيطالية أن الانهيار الأرضي الأول أعقبه ما يقرب من 5 آخرين، ويظهر مقطع فيديو من الجزيرة شوارع مغطاة بالحطام.